واو، ده فيديو جديد منتشر، ده على كل شبكات التواصل الاجتماعي في العالم. الشاب ده هيلاقيكم في أي مكان. إيه الجديد يا كريستي؟ شاب الواتساب هيصحيكم بدري جداً وهيشتتكم في الفصل. يا بنات تعالوا اعملوا تشات. إيه الجديد يا شباب؟ أوه صور بروفايل حلوة. هاي بقالنا كتير، يومك كان عامل إزاي؟ صباح الخير بيبي سناب شات، يلا نختار الماسك المثالي ليكي النهاردة. انتي هتلبسي اي واحد فيهم النهاردة؟ اللي بتعاكس، المتفاجأة. اوه ده الوش اللي بحبه، ده لطيف جدا. مثالي، انا جاهزة المعادي. فين السناب شات؟ اوه هاي، انتي اتأخرتي تاني. انتي ليه بتضيع الوقت في اختيار الماسك؟ واحنا هو تاني، ما تتفاجئيش. أنا بقولك الحقيقة، أنا مش قادرة أتحمل ده أكتر من كده. معاد تاني باظ، لكن يا ترى هو ليه محبش ماسكاتي؟ من غيرهم كأني معنديش وش أصلاً. الجيميل المسكين، شكله شبه أرض مفقودة مليانة بالسبام. لو كنتوا عاوزين تلاقوا الإيميل الصح هنا، لازم تدوروا في قائمة لا نهائية من الإيميلات، الإعلانات والدعاية. أخيراً أهو الإيميل اللي أنا كنت بدور عليه. أنا بعمل أبجريد لحالة مهمة، لكن بمجرد ما بتدخلوا جوه ملفاتكم، مجموعة جديدة من الإسبام بتحاول تدفنكم صحيين. أو لا، إيميلي، اللعنة عليك يا قائمة الإيميلات. أنا محتاجة المانيكير بسرعة جداً. أنا هدور على أفكار جديدة على بينترست. يا ترى هشوف إيه هناك؟ أحسن أفكار ضوافر. واو إيه؟ بحث جديد عن أحسن أفكار الضوافر؟ استني، أوكي هما راحوا فين؟ ده مش هو، ده عن الموضة، ده اقتباس، دول تسريحة شعر. بسرعة، آدي اللي كنت بدور عليه. أنا محتاجة بس إن ألاقي نتائج السنة دي. يا ترى حبيتي دول؟ لأ؟ طب وبالنسبة لدول؟ شكلهم لطيف. لسه لأ؟ طيب إيه رأيك في اللي زي بعض دول؟ لأ؟ طيب ودول؟ أوه دول ينفعوا. بسرعة اعمل لهم بين. إيه؟ تلات لايكات بس؟ أوه لأ ده قليل لدرجة مؤسفة. بسرعة بنت الانستجرام هيجيلها انهيار عصبي، حربي علشانها. يلا روحي استدي لايكات بسرعة، أنا محتاجة لايكاتكم. يلا ما تبقوش طماعين. يا ولاد أنا عايزة لايك واحدة من كل واحد فيكم لو سمحتوا. شكراً، أنتوا الأحسن. متعة عمل اللايك. شكراً، أنتم كلكم لطاف. يلا نشوف. دول لسه مش كفاية، لكن أنا عارفة مين لسه ما عملش لايك. هي أنت، أنا عارفة أنك عايز تعملي لايك. إحنا عندنا انترفيو على سكايب النهاردة، يلا انضم لينا. كونكشنز شكلها طبيعية، جودة الصوت كويسة، فالفيديو هيكون أو لا ده بدأ سكايب بيبوس تاني. هي في إيه؟ مفيش تفاعل. هي ريفرش، وادينا أهو سكايب اشتغل تاني. لكن أنا آسفة، أنت مش أنسب واحد لينا، أنت لا يعتمد عليك. باي باي. فيوه ايه انت تاني مش قادر تقفل سكايب؟ طب يا ترى ممكن اكمل الانترفيو؟ التطبيقات دي دايما بيتخانقوا مين فيهم الاحسن، لايكي ولا تيك توك. يلا يا بنات خلينا نشوف معركه رقص حقيقيه. انتوا متخصصين، البنات دول عارفين كل حاجه عن ترندات الرقص الجديده، فمين الاحسن؟ المعركه حلت نفسها، التطبيقات اتمسحت وكل الداتا اختفت، مش ممكن هتتشاف تاني أبدا. تقدر تعملها في 6 ثواني؟
ده أسرع شخص في العالم. فاين شخص مسكين، مش هتقدر تحسده. قدامه 6 ثواني بس لعمل كل حاجة. جرب تستخدم 6 ثواني علشان تنام كفاية. تقرأ كتاب، تغسل أسنانك، تاكل، أو تلبس هدومك. حياته مضغوطة جداً. دي بنت الفيميو، وهي عارفة هي تستاهل إيه. لو عايزين الفيميو علشان تعملوا أي حاجة فلازم تدفعوا لها، حتى علشان تقوموها من سريرها. هي مش هتدفع تمن أكلها، الناس بيدفعوا لها بدلها. اليوتيوب المسكين دايما بيخسر. فيميو عندها حرية أكتر في طرق التمويل. هي مكارة جدا. ده تندر وحياته سهلة جدا. سوايب تمشي، باي، وسوايب تانية تمشي، لا شكرا. شكرا ليك انت كمان. اوه بس انت لطيفة. استنى، انت شكلك مختلف خالص في الحياة الواقعية، مفيش عدل. كل حاجة مثيرة للاهتمام في حياة اليوتيوب. المشكلة الوحيدة اعلانات ملهاش نهاية. حياتك مملة؟ اشتري الأناناسة الذهبية في الـ VIP وهتقدري تعملي سكيب في 5 ثواني بس. هي مان، اخرج بره شاشتي. اوكي نرجع للفيديو. ايه تاني؟ كفاية اعلانات عن الهدوم، انا بحاول اوصل مشاهدين مختلفين. خلصتوا خلاص؟ انا مش هستسلم. يلا بينا نكمل قبل الاعلان اللي بعده ما يبدأ. تامبلر بتتابع الترندات الموجودة دلوقتي. الجينز هو الترند دلوقتي، واضح جدا. أنا جاهزة. إيه؟ دلوقتي الأخضر هو اللي ترندي؟ إزاي هقدر أتابع ده؟ دلوقتي يونيكورنز بقوا ترندي؟ أوكي جميل، أنا جاهزة. إيه؟ كل حاجة اتغيرت تاني؟ أوه يا ربي. آه كده كتير قوي. ستايل الأميرات؟ إيه؟ أنا فوتته مرة تانية؟ ده مرهق جدا. الترندات بتتغير بسرعه جدا لدرجه انها تعبتني. انا مش هخرج من التامبلر ابدا. هاي اهلا، انا مستر لينكدين. تحبي تشوفي درجه الماستر بتاعتي؟ لكن دي مجرد بدايه. انا كمان معايا اخر مكانين في مسابقه مبيعات، واخدت كورسات في الاسعافات الاوليه للسمك، واستلمت جائزه من منظمه تنس محليه، ومعايا كمان شهاده تدريب. لكن ده كان سهل. والشهر اللي فات خلصت كورسات علم الأبراج. من ساعة المريخ ما بقى في درجة منخفضة. لو كنت برج الحوت أنا ممكن أساعدك. ممكن تساعدني أفتح الباب ده؟ لا، لكن آدي شهادتي اللي بتثبت إني مدرب فتح باب، فممكن أعلمك. مهتمة؟ أنا محترف. أنا كمان معايا شهادة في الحاجات الغريبة، وشهادة مدلك للعين الثالثة، وشهادة تدريس لغات الكلاب، وشهادة لخبطة الشهادات، ووقف كده كفاية. أنا مش عاوزاك. مفيش عندنا أصدقاء مشتركين كفاية. أنا همسحك من الكونتاكتس بتوعي. اللي بعده. مساء الخير، أدي كاسي الفوزي بالمركز التاني على الترابيزة دي، وشهادة إني الراجل المناسب ليكي. أوه دي حاجة كويسة، قولي حاجات أكتر. عجبكم أفكارنا عن الشبكات الاجتماعية لو كانت بشر؟ اكتبوا لنا في التعليقات عن أي تطبيق بتحسوا إنه الأقرب ليكم. واتساب، انستجرام، ولا يوتيوب. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي فيديوهات مسلية عن السوشيال ميديا من تروم تروم.